إطار الاهتمام الذي مافت أيولي السيد المدير العام للمديرية العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني من أجل الرقي بالخدمات التربوية والترفيهية الموجهة لأبناء الشرطة، وككل سنة تنظم المديرية العام للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الشرطة برسم سنة 2022، وعلى غرار مدن بوزنيقة، إفران، أكادير مخيما صيفيا بفضاء مركز حنان لرعاية الأطفال ذوي الهمم بمدينة تطوان. هذا المركز الذي يتوفر على تجهيزات وفق أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الوطني، ويستضيف 1000 طفل من أبناء رجال ونساء الأمن الوطني الأجلاء خلال 4 مراحل تخييمية قادمين من مختلف مدن مغربنا الغالي، والذين يستفيدون من أنشطة تربوية ترفيهية متنوعة منبثقة من الشعار العام الذي اختير لهذه السنة والمتمثل في مخيمات الأمن الوطني تربية وترفيه. فبطبيعة الحال وحتى نتمكن من تنزيل هذا الشعار على أرضية الواقع كان من الضروري وبرفقة الطاقم المشرف تصدير برنامج تربوي هادف يراعى فيه جميع متطلبات وخصوصيات الأطفال حتى يقضون مراحلهم التخييمية في ظروف تسودها أجواء الفرح، البهجة، المتعة والاستفادة. فمخيمات الأمن الوطني هي مخيمات مهيكلة تعتمد على تنظيم جد محكم يراعى فيها الاهتمام بجميع البرامج التي يحتاجها الطفل في نشاطه، حتى نتمكن من جعل العطلة الصيفية لحظة للتربية والترفيه وتنمية القدرات والكفاءات الثقافية والإبداعية لدى الأطفال عبر العديد من الأنشطة كالورشات مثل ورشة المسرح، ورشة الموسيقى، ورشة الفنون التشكيلية، ورشة التعبير الجسدي، ورشة السمع البصري، ورشة الخزف، ورشة الصناعة التقليدية، دون إغفال الجانب الرياضي والثقافي والترفيهي. وقمنا كذلك بمجموعة من الخرجات والزيارات كالذهاب إلى شاطئ مدينة مرتيل، واستفاد الأطفال من مسبح سمير بارك بمدينة المضيق، واستمتعوا كذلك خلال الخرجة الكبرى بجمال وسحر مدينة الشفشاون، وكذا زيارة المدينة القديمة والمآثر التاريخية لتطوان. ويأتي هذا البرنامج السنوي في إطار تنزيل استراتيجية المديرية العام للأمن الوطني المتعلقة بالرفع من جودة الخدمات ذات البعد الاجتماعي المقدمة لموظفي ومتقاعدي الشرطة وأفراد أسرهم، بحيث يواكب تنظيم المخيمات الصيفية في نسختها لهذه السنة تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتعميمها على جميع الفئات العمرية من جهة، وكذا تحسين ظروف الإيواء والإقامة والتنقل من جهة ثانية. فشكرا للسيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. قد تم وضع برنامج هادف يليق بأطفال المخيم ويتمحور حول ما هو تربوي وما هو ترفيهي من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة كالسباحة بالمسبح الأولمبي الذي يتواجد داخل هذا المركز، كذلك الرياضات الجماعية التي تمارس داخل القاعات المغطاة. كل هذه الورشات يشرف عليها أطر أمنية ومدنية متخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى المسابقات والسهرات الليلية المسطرة داخل برنامج منظم بإحكام، يضم كذلك عدة خرجات وزيارات استكشافية استفادة من الأطفال بحب وشغف. صراحة المخيم في كاع الأنشطة اللي تقدروا تستمتعوا بها، هو مخيم ترفيهي وفي نفس الوقت تربوي. هو اللي ما عندوش ثقة في النفس كتولي عندك ثقة في النفس، بحالي أنا دابا كنهضر بكل ثقة في النفس. واللي عجبني بزاف كاين المسبح وحتى البحر. وكنبغي نشكر السيد المدير العام للأمن الوطني اللي كيهتم بنا حنا كأبناء الشرطة. انا في المخيم فرحان بزاف لقاش كيعطيونا بهنا بزاف الانشطه كنمارسوهم، بحال الانشطه ديال الرسم، ديال التعبير الجسدي، ديال المسرح، وبزاف من الانشطه. وبحال كيديروا بزاف من الرياضات بحال السباحه والرياضات كره القدم في القاعه المغطاه. وانا من جيت عجبني هذا المخيم بزاف. Yeah.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.